إذا جاءكم منافق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة. زيطات منافق على أساس أنه إرهابي. منظمة رشاد منافقة وإرهابية. أنا ما عنديش، أنا بور مواشينغ ريحة، قلت لكم نحطوه في الرحة نرحيه نديرو فيون داشين مدو للكلاب ياكلوه تبون معاه. بصح انا عندي مشكل، المشكل نتاعي هو الحقيقة اتجاه الشعب الجزائري. انا ما نقولش للشعب وش يساعد الشعب يسمع، انا نقول له الحقيقة والشعب يدبر راسه من بعد يتأقلم معاها والله شغله يدير وش بغى. قلت لكم غدوة اللايف تاع غدوة نحطوا لا فيديو تاع هذا الحيوان اللي جابوه ونحللوها اون فالا ديكورتيكي مينوت بار مينوت. انا قلت لكم اليوم اللايف نلوم على عبد واحد، هذو القرودة نايت وسليمان حمار ديزاد اللي هو امير ديزاد زيطوطا الجماعة هاد القرودة بكل انا ما يبانيش بربهم، واصلا كي يحكيو على الارمي بور موا شغل اناس ديا في كلوشار يحكي على الانتليجنس ارتيفيسيال وهو جامي دخل ليكول وما يعرفش اصلا يقرا القرعة تاع الشراب اللي يشرب فيها. مي واحد كيما عبود هشام انا نقول له ماذا بيك تهضر مع الشعب. انا قادر، انا شخصيا قادر نقول ايه عفر مليحة هادي معليش ما على بالي باللي كذب، انا تاني نزيد نطبع فيها قال وي وشي هذا مي وي يخدموا فلاط مي وي لا دروك في الجزائر مي سيت اون انستيتيوشن داخله في النيو كولونياليزم قلناها من قبل. بصح قادر نقول ثاني شنقريحة ونوضوا عليه وكيفاه وكذا لا لا انا مانيش كذاب شي با مونتور شي با مونتور برك. هاد السيد اللي جابوه في الفيديو كامل هضرته كذب كامل كذب. شوفوا الجماعه اللي تبع زيطوط وحمار دي زاد ما كان له تجيو لللايف باسكو ما على باليش بيكم باسكو نتوما قرلوات pour moi vous êtes des imbéciles et les imbéciles ما عندهمش بلاصه في اللايف تاعي. روحوا سمعوا حمار دي زاد سمعوا زيت طاط سمعوا كاع الكرف هذو مسمى تاع الاسبان. انا مانيش قاعد ندخل في الدراهم من حكاياتكم ومن لي كومونتير نتاعكم. دونك جو ريفيان ا سا لو بروبليم سي كوا لو ديفوار دو فيريتي انه لازمك تقول الحق للشعب تو سامبل. ما عنديش على واه نكذب، علاه نكذب لمصلحة خاصة؟ ما عنديش مصلحة خاصة اصلا كيما قال سي احمد ولا با الوضعية الصحية تاعي ما تسمحليش اني تكون عندي مصالح خاصة معاكم. قلت لكم انا اصلا الجزائر توريست ما نجيهاش يا سيدي. قال عندي قراص من عند كاش قيادة وباطاتي وباطاطا ونقدر ندخله حاجة أخرى نزيدها لكم. كون غدوة عندي قراص وندخل على بالكم بلي نعيش شيكور، نعيش إنسان مدني سيفيل عنده معرفة طالعة رب العالمين في الجزائر، يعني سيفيل ونحكم بحكامي. تعرفوا علاه؟ باسكو الدفعة نتاعي المينيموم سي دي جينيرو ماجور. واحد قال لي هذا كروشي على الدين يا سكرجي يا ربك انا السكره نتاعي. نقول لك حاجه، قيس حياتك انت ويماك وباباك ومرتك وفاميلتك يا كافي. السكره نتاعي انا ما تسكرهاش نتايا. انا نهار نسكر سي كو جو سوي اوغو فرحان. السكره نتاعي انا بالكافيار ربك وبالكروفات رويال وبان فان سيليكسيوني. قالوا سكرجي
فوتر حكايه الشراب هذه. انا نشرب وشراب عندي موش حرام ودزوا معاهم بكل بيكم بالايمان تاعكم بالبخاري بمسلم بالطبراني بكاع بصحاب الخليج بالايمه بالعتيمين بكاع كيما راكم. لست على دينكم، انا على دين محمد. لست على دين فلان وفلتان والامام بقوقه الفلاني. الله اللي يقول لي ابن تيميه نقول له ابن ترميه ماشي ابن تيميه. بون قلت لكم لمن تردي مون 18 عام واحد ما يقول لي انا مانيش حديقتي انا الاوان باش تفرجوني اون فامي. داكور سيتو، يتفرجوني الناس اللي حابه تفهم وحابه تسمع. ماشي شنقري حيخدم في السطلة يا جماعة، تفهموا حاجة، لا دروغ ما تحبش تخدمها. لو نيو كولونياليزم توبليج ا طرافاي دون لا دروغ باسكو اي فو اكرازي لو بابل. ما فهمتوش بلي لا دروغ سي اون فورم دو ميتريزي لو بابل. المخدرات طريقة من طرق الاستعمار الحديث للسيطرة على الشعوب المغفلة. سيتو سيتو برك. برك هذا واش نقدر نقول لكم. بون افون دو كلوتوري لو لايف تاع اليوم، دوما جو بروندر لو طون نسمع لا فيديو تاعو مليح و جو لا ديكورتيكي، يعني نحللها بوين بار بوين تاع هذا البهيم اللي جابوه. اي بيان سور قال كاين اتحاد بين الزيتوت وتبون كونتر شنقريحه. الله اكبر، ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. وياتي الامير زيتوت لنصره تبون ضد شنقريحه. دين الرب نخبط في راسي، نخبطوا للحيط كاع. تمنوا الحوايج هادو. نزيد نقول لكم حاجه باش تضحكوا. اقسم بالله العلي العظيم وكتابه الكريم، كون ما نشربش ما نهضرش معكم، لانه لازم نكون سكران باه نسمع هاد لي فيديو ونسيي ندير دي لايف. محال نكون صاحي كيما قال مينغواي، جادور لالكول اي مي بيرمي دابريسي لا كومباني دي كون. كي نشوف بلي بين ريبيكا وقشيحه وكوكو القرش ما خرجتوش وزيطات وحمار دي زاد